نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نستكمل دور التصميم طبق الكود الأمريكي، محاضرة رقم 27. المحاضرة رقم 27، احنا طبعا خلصنا في الأساسات، شرحنا دلوقتي. أنا ما عنديش مشكلة أن أدخل قاعدة منفصلة أو قاعدة كومباين، ممكن أحلهم بإيدي أو أحلهم بالبرامج، ما عنديش مشكلة أن أصمم أي نوع من الأواعي الشرطية، لبشة، ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة أن أصمم ستراب أو تاي بيم أو بنت بيم، عرفنا الكلام ده كله. بس فكرة الخوازيق، عايز بس أقول فكرتها. احنا قلنا الخوازيق، الفكره ان انا ممكن اعمل نظام بايل كاب، اللي هو كل عمود بيبقى تحت منه الخوازيق اللي هي هتقدر تشيل حمله، كانها قواعد بالظبط منفصله، بس بدل ما عمود بينقل حمل للتربه وبتكون القاعده هي الوسيط، بيبقى العمود بينقل حمل للخوازيق وبتكون البايل كاب او الهامه هي الوسيط اللي بتنقل حمل العمود للخوازيق. الهامه بيبقى حمل العمود. انا بيبقى عندي مثلا الخوازيق اللي انا هشتغل بيها مثلا في المشروع، بيبقى كل خازوق له حمل. حمل الخازوق بيساوي حمل الخازوق التصميمي مقسوم على فاكتور اوف سيفتي. الفاكتور اوف سيفتي مثلا لو انا كان عندي حمل خازوق سي مثلا 120 على فاكتور اوف سيفتي، وخدنا الفاكتور اوف سيفتي بواحد ونص، اديني 80. دي طريقه الايه، طبعا الشركه اللي هتنفذ الخوازيق، او لو كانت مثلا معروف ان الخازوق حمل التصميمي كذا، بتقول للمصمم ان الخازوق الحمل التصميمي بتاعه كذا، بيجي المصمم بيروح جاي قاسمه على فاكتور اوف سيفتي، يبقى الخازوق هيشيل 80. انا عندي لو كان حمل العمود زي في المثال اللي انا عامله ده 150، خلاص يبقى المفروض اشوف ال 150 على 80، يبقى انا محتاج كام خازوق، او 150 على 80 يبقى اداني كام. لا، هي انا هنا بتهيألي حاطط حمل العمود غلط. المفروض 80 في 4 يديني 320. صح، الحمل العمود هنا 300 مش 150، 300 طن. خلاص، انا دلوقتي حسبت حمل العمود، شفت قسمته على حمل الخازوق. حمل العمود 300 هقسمه على حمل الخازوق 80 هيديني 375. يبقى انا محتاج ايه؟ اربع خوازيق. يبقى انا دلوقتي محتاج اربع خوازيق، بناء عليه استخدمت اربع خوازيق من الايه، الخازوق ده. ده طريقه ازاي انا بصمم البايل كاب. يبقى انا دلوقتي اول حاجه بصمم المبنى عادي، الاسقف، بجيب رد فعل العمود، بصمم الاعمده. بعد كده عايز اصمم الهامه بتاعت الخازوق، بعمل ايه؟ بكل بساطه بروح جايب حمل العمود اقسمه على حمل الخازوق التصميمي مقسوم على طبعا على الفاكتور اوف سيفتي، اطلع عايز كام خازوق، واصمم الهامه، واصمم الهامه بتاعتي على عدد الخوازيق. تمام؟ طبعا المسافه من وش الخازوق هنا دي على الاثنين، يعني قطر الخازوق على الاثنين، عشان تحت الهامه، يعني ما ينفعش ان الخازوق يجي على طرف الهامه على طول. تمام؟ دي على الاثنين من وش الخازوق، وفي ناس تقول لك دي من قطر الخازوق، على حسب يعني. المهم ان انت ايه تفهم الفكره. انا عندي العمود 30 سم في متر، والخازوق نص متر من سنتر الخازوق لحد اول قاعده نص متر. تمام؟ عايز اصمم الايه؟ الهامه بتاعت الخوازيق دي، اصممها ازاي؟ بكل بساطه هدخل على البرنامج، اقول نيو ميدل. انا عندي الوحدات طن ومتر، هقول ايه؟ جريد اونلي. انا عندي الهامه كام في كام؟ سوري، الهامه انا عمال اضغط على حاجات غريبه كده. 2 في 3، يعني عايز محورين اكس ومحورين واي. ادي هنا هقول له 2، وهقول له هنا 2، وده 0. هقول له في اتجاه اكس عايز 2، وفي اتجاه واي عايز 3 متر مسافه. اوكي، هقفل دي واقول له اكس واي. تمام، اكس واي ما ظهرش الجريد، اقول ايديت جريد داتا موديفاي، اقول سبيسنج. اوكي اوكي، او ظهرها خلاص. ادي هنا 2 وادي هنا 3. هروح جاي قايل ديفاين، مش عايز اعمل ماتيريال، انا ههمل الوزن خالص. افترض ان الوزن ايه مهمل، سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن، اقول له اد نيو سوري مش فريم، اريا سيكشن، واقول له شيل اد نيو سيكشن. طيب الهامه يا جماعه سمكها ما بيبقاش زي الاواعي كده 60، سمك الهامه دايما ما بيقلش معاك عن متر، لان الهامات دي يا جماعه الاحمال عليها بتبقى عاليه جدا، لان الاحمال عندها تقريبا كلها بتبقى احمال مركزه، خوازيق وعمود وكده، بتبقى الاحمال عليها صعبه شويه. تمام؟ وتشغيلها في الغالب عامل زي الكاميرات العميقه، يعني
تأثير استرات اند تايم موديل، يعني لو مش بيبقى زي تأثير اغلب تأثيرها بيبقى استرات اند تايم مش فليكشر. خلاص هقول انا هنا هسمي متر 20 تمام، وهنا اقول 1.2 متر، وهنا اقول 1.2. الماتيريال مش هتفرق معايا لان انا ههملها، هرجع هرسم المتر 20 ايه بالامر ده، 1 2 3 4 انتر، واقول ايديت ايديت اريا ايديت ديفايد اريا نص، وهنا نص، اقول له اوكي ديفاين. البرنامج بس تقل شويه اقول ديفاين لود باتن ديد اخليه زيرو، واقول له ايه موديفاي اوكي. بس انا مش عاوز اكتر من كده. هاجي بقى دلوقتي اعمل ايه؟ ادي اماكن الخوازيق اهي، حمل الخازوق. خلاص انا عندي نص متر، انا عندي مقسم نص نص، وانا عندي ايه نص متر. طبعا مفضل زي ما قلنا ان انا ادخل الخازوق اول عمود ما يكونش حمل مركز تمام، لكن انا هنا طبعا لو دخلته في نقطتين هبوظ الابعاد خالص، فانا مش مشكله ادخله حمل مركز، هو المفضل ان انا ما ادخلوش مركز، بس لو حطيته مركز صح بقى. عايزين بقى نفهم حمل الخازوق، السبرنج بتاع الخازوق بيتحسب ازاي. بصوا يا جماعه، السبرنج بتاع الخازوق عباره عن كي اللي هي الاستيفنس، الاستيفنس عباره عن ايه؟ على ال معايير المرونه مضروب في مساحه المقطع مقسوم على طول الخازوق. طب معايير المرونه بيساوي ايه؟ بيساوي الاجهاد على الانفعال، سيجما على ايبسلون، والاجهاد اللي هو الاستريس اللي هو اسمه سيجما بيساوي الحمل على المساحه، حمل الخازوق على مساحه مقطع الخازوق، والابسلون اللي هي الدلتا ال على ال اللي هي التغير في حركه الخازوق اللي هو يعني الهبوط بتاع الخازوق مثلا مقسوم على طول الخازوق تمام. يبقى اذا المعيار المرونه بيساوي الترم ده على الترم ده. طب تعالى نعوض بقى في المعادله دي، هنقول الكي بيساوي الاي تمام، الاي اللي هي سيجما على ابسلون اللي هي بي على ايه على دلتا ال على ال الاصليه مضروب هنا في ايه فوق وال في المقام، هتروح ال مع ال والام مع الايه يديني حمل الخازوق مقسوم على التغير في طول الخازوق او الهبوط بتاع الخازوق. احنا هنفترض ان هبوط الخازوق عندنا سنتي، هو المفروض من نص سنتي لسنتي تقريبا، بس احنا هنقول ايه هبوطه مثلا سنتي. هنروح جايين داخلين في البرنامج ونقوم جايين قايلين الساين جوينت لود سوري الساين جوينت سبرينج الساين جوينت، ونيجي هنا هنقول ايه السبرينج بيساوي ايه بقى كي البي على دلتا ال. طب حمل الخازوق التصميمي 80 تمام، 80 طن مقسوم على الدلتا ال اللي هي بكام؟ 1 من 100 اللي هو سنتي. خلاص 8000 اوكي خلاص، اقول 3 دي لقيته حط لي سبرنجات في الايه في النقطه دي، اقول اكس 1. اجي على حمل العمود، عمود 30 في متر، الثلاث نقط دول كده طولهم متر، يعني دي نص ودي نص، هقسم حمل العمود على 3. العمود عندي ايه كام حمله؟ 300 طن، يبقى النقطه الواحده 100 طن. اخش البرنامج اقول له اساين جوينت لود فورس، اقول له هنا سالب 300 على 3 او احطها له ب 100 على طول، هو كده كده البرنامج فيه كالكوليتر. اوكي 3 دي بقى عندي سبرنج تحت وحمل عمود فوق، اقول له اكس واي. عايز حاجه تاني من البرنامج؟ لا مش عاوز حاجه، سيف هسميه مثلا كاب، اقول له سيف واقول له ران، واجي عند المودل ده اقول له ما تحملوش ران وخلاص، والبرنامج كده هيبدا ايه التصميم، هيبدا الاناليسيس 3 دي. هنا هقول له الديفورم شيب اوكي، اعمل لي اعمل انيميشن، ادي الانيميشن منطقيه اكس واي حلو قوي. تعالى هنا كده شيل وقول لي ام 1 1 ده 7 14. ها طبعا في هنا ايه قيمه اضافه هي لازم ناخدها في اعتبارنا، شيل 7 14 يعني في اضافي كبير تمام. لا تعال نكبر الشبكه شويه، لو كانت الاضافي زي ام 1 1 بقعه كنا ممكن نحط لها اضافي، لكن هنا الاضافي كبير. شوف هنا 58، احنا عندنا العزم 19 و4 هنا 58. طب تعال نجرب طبعا البايل كاب، منطقي جدا التسليح بتاعها هيبقى تقيل. تعالوا نجرب لها مثلا 8 في 18 مثلا يعني، او 7 18، اقول 7 في 254 في 420 في 0.9 في 0.9 في هي سقوطها متر 20، يعني هناخد 7 سنتي كفر، يبقى لي متر متر 13. انا اقول في 1130 مللي واقسمها على 10 اس 7 يديني 68 35، اقوم جاي قايل له هنا سالب
160 35 وهنا واقول له ام 1 1 100 100 تعال على ام 2 2 ها هي اللي كانت حديدها ممتاز ممتاز جدا الحديد كويس. شايفين يا جماعه انا عندي الحديد المومنت هنا 58 انا داخل في 68 طب ما انا ممكن اقللها شويه انت احنا كنا عاملين مش عارف احنا كنا عاملين كام 18 ممكن نقللها شويه نخليها مثلا 9 16 تمام وهكذا يعني عشان برضو ما تزودش التسليح زياده عن اللازم تمام. بس في ثواني صلحنا البايل كاب وصممناها ومفيش مشكله. طب يا باشمهندس دي البايل كاب طب اللبش على خوازيق ايه فكره اللبش على خوازيق؟ اللبش على خوازيق هي لبشه زي دي الاعمده من فوق بس الخوازيق موزعه بانتظام بحيث ان احمال الخوازيق هتساوي محصله احمال الاعمده مع برضو زياده مع زياده برضو فاكتور اوف سيفتي بتبقى الخوازيق موزعه بانتظام. فانت بتيجي ترسم اللبشه للبرنامج وبتروح جاي ايه معلم على طبعا على النقط ومديهم احمال الخازوق زي ما قلنا اللي هو حمل الخازوق مقسوم على دلتا ال وبتيجي من فوق تحط احمال الاعمده وبتعمل بتعمل رن وبتشوف الايه الحديد المطلوب وكده وكده احنا نكون خدنا فكره عن تصميم الخوازيق. يبقى انا دلوقتي لو جالي فكره خوازيق مش هتكون حاجه معضله مش هتكون صعبه عليا يعني اقدر اصممها عادي جدا. وكده انا اكون ان شاء الله خلصت الاساسات واتمنى ان انا اكون والله انا يعني يا جماعه بس عايز اقول على ملحوظه انا في الدوره دي بيبقى عندي افكار كتير جدا ويبقى عندي كلام كتير جدا عايز اقوله يعني طبعا بتكلم بسرعه بحاول اقصر في مده الفيديوهات مش عايز كمان الدوره تكون طويله لان الدوره لما بتطول في ناس هتكسل انها تشوفها في ناس تكسل تتابعها. فانا والله يا جماعه بحاول ان اقصر في مده الفيديوهات فاوقات كتير بتكلم بسرعه اوقات ممكن وانا بتكلم ممكن اغلط ممكن فاي خطا او اي حاجه اتقالت بسرعه اعذروني فيها و بجد يعني ان شاء الله يا ريت كلنا نكون مبدانا هو ان احنا نتعلم ونعلم يعني تعلم الحاجه وعلمها لزميلك وصدقوني والله يا جماعه كلنا هنتطور وكلنا هنبقى مستوانا ممتاز لكن كل واحد عرف معلومه وخلاها لجواه ومتخيل ان هو كده بيتميز عن غيره لان مفيش حد غيره عارف فهيفضل طول عمره جاهل لكن ربنا بيزيدك علم لما تتعلم وتعلم يا جماعه خلوا دي رسالتنا وخلونا كلنا نمشي بالمبدا ده عشان احنا كعرب اللي مخلي يعني حالنا ان احنا متدني ومخلي ظروفنا الاقتصاديه مش كويسه وظروفنا حتى الاستراتيجيه مش كويسه هو ان احنا مش بنحط ايدينا في ايدين بعض وما نتعاونش مع بعض. فخلوا دي انطلاقه ان احنا نتعلم ونعلم فناخد بايد بعض وحالنا ان شاء الله يتحسن وان شاء الله ربنا يصلح حالنا جميعا واحوال المسلمين وان شاء الله ربنا ينفعنا جميعا بالعلم ويزيدنا وربنا يكرمنا ان شاء الله بابواب للعلم اكتر وربنا يصلح حالنا جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.